من كام يوم كده كلمني شاب صغير معاه تمساح، تقريبا اشتراه بعد ما جابوا البيت، والده او والدته مش موافقين. يعني هو في عدم موافقة من الاهل، يعني في عدم موافقة من العيلة. طبعا هو كلمني، اولا انا تحت امر اي حد، يعني لو اي حد مثلا عنده يعني سؤال استفسار انا تحت امره. لو حد عنده مشكلة يعني حابب حتى ان انا اتدخل فيها، يعني لو هفيده انا تحت امره. حد قابل مثلا تعبان خايف مثلا يمسكه، طبعا ما انصحش اي حد يشوف تعبان يمسكه لانه ممكن يكون سام. فلو حابب مثلا انا حتى اهدفه فاعرفه هل هو سام ولا لا، وممكن يمسكه ولا لا، او ان انا اتدخل واساعده شخصيا واروح له، يعني انا تحت امر اي حد حتى لو فين. تمام. فالمهم يعني نرجع لنقطتنا. فالشاب الصغير ده كلمني، طبعا هو معانا على القناة. فانا طبعا يعني تحت امر اي حد زي ما انا قلت. فاتفقنا على ميعاد، يعني انا كنت اجازة فيه من الشغل وكده. اخر مرة على فكرة حد كلمني انا ما قدرتش اروح، يعني كان معاه تعبان ومسكه كده وعايز يخليه مع حد يعني ضامن انه هيعيش معاه كده، او هو يوديه الجهة يعني مسؤولة يبقى مطمن عليه معاه. فانا للاسف يعني كان زنق الشغل وما عادش اروح له واعتذرت له، بس لو يعني قدرت اروح لحد انا مش بتأخر. المهم اتفقنا على يوم، جه بقى الميعاد. طبعا هو اتأخر عليا، فانا كلمته يعني احنا بينا ميعاد وكده، وانا عايز اساعدك يعني حتى لو انا هوصله لحد تاني خد باله منه، اوصله لجهة مسؤولة، لاني اصلا ما بنصحش من البداية بتربية التماسيح، يعني على طول بحذر منها واقول حتى لو حد معاه تمساح يعني ما يربهوش معاه لانه هيكبر. التماسيح شرسة، لازم تروح لجهة مسؤولة عليها مصالة قانونية. فالمهم يعني حصل بقى حاجة يعني ما كانتش على دماغي خالص، ولا كنت يعني اتخيل انها تحصل. كلمني، طيب انت اتأخرت عليا، ايه اللي حصل؟ هو في مشكلة حصل معاك او حاجة؟ فراح بعت لي صورة التمساح كده راسه مقطوعة، يعني لمسني، يعني انا حزنت على التمساح جدا. فيعني رجاء، طبعا التمساح تقريبا كان هيعض البنوتة الصغيرة معاهم في البيت، فالأب خاف وقطع راسه. طبعا أنا عدى عليها حاجات زي كده كتير، بس ما كانتش يعني فيها أسوأ أوي كده. يعني كنت أشوف، يعني شفت مثلا مرة واحد قطع تعبان زي التورتة، حالات كتير، بس الحالة دي يعني شدتني أكتر، فحبيت إن أنا أتكلم عنها وأعمل فيديو أقول فيه لكل الهواة اللي بيربوا، حتى لو تعابين، تماسيح، لو بتربي هامستر، لو بتربي طيور، لو بتربي جوارح، حتى لو بتربي سمك، وأهلك مش موافقين في البيت، فلا يعني خد موافقتهم الأول. تمام. حاول تقنعهم، ما اقتنعوش حاول معاهم مرة اتنين وتلاتة، لكن ما تتصرفش يعني من دماغك ولا تجيب من وراهم. تمام. ولا تحطهم قدام الأمر الواقع، لا لازم طبعا، انت أهلك هم يعني كبارك. تمام. مالوش كبير بيشتروا كبير، وانت اقل حاجه جبرك اهلك. تمام. فانت ما تمشيش من غير موافقتهم، خد موافقتهم قبل اي حاجه، علشان حتى يعني ما يحصلش موقف زي كده، واللي في الاخر يعني اللي بيتهزي هو حيوان مالوش ذنب، يعني تقطع راسه ده روح في الاول وفي الاخر، ونسأل عليه امام الله. فانا عملت الفيديو ده، طبعا انا حزين جدا على التمساح ده، وعدى عليها حاجات يعني قبل كده كتير، بس يعني فحبيت بقى ايه ان انا اعمل الفيديو ده، يعني يمكن يحل مشكلة، يمكن يعني يمكن ولا يمكن مش هتفرق، يعني ممكن حد يشوف الفيديو بتاعنا النهاردة كأنه مثلا يجيب من ورا أهله. فأنا بقول لك لا، يعني ما تعملش كده، علشان خاطر حتى الروح دي أنت هتسأل عليها أمام الله، يعني يوم القيامة هتسأل عليها. فيعني رجاء يا شباب، قبل ما أجيب الحيوان للمرة التسعمية إيه، أكون واخد موافقة أهلي، حتى هو سام، مش سام، اليف، مش اليف، حتى لو كتكوت. في ناس على فكره ما بترضاش تربي الكتاكيت والعصافير، يعني حاجات اصلا مسالمه، بس الاهل بترفض. خلاص انا احترم قرار الاهل، يعني في الاول وفي الاخر اللي بيعولني هم اهلي، فانا احترم قرارهم. فحبيت اشارككم في الفيديو بتاع النهارده. اي حد عنده اي مساعده يعني تاني مره، يعني انا تحت امره، لو بسؤال، لو باستفسار، لو حابب ان انا اجي اساعدك بنفسي، لو اساعدك بالتليفون، يعني سيب لي كومنت وانا هرد عليك واسيب لك رقمي. تمام. وانا تحت امر الجميع. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير، يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم، واكون يعني وصلت الرساله اللي انا عايز اقولها من خلال الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله.